كنت عايز برضو فرقه كان تقيله. اسلام راح الحرس، كان ساعتها برضو واسلام برضو لما مشي من الاهلي مشي برضو اللي هو فجاه مره واحده كده. ايوه، اصل انت خلي بالك اللي بيبقى ماشي من اهلي او ماشي من زمالك انت بتبقى واخد على بطولات، واخد اللي انا لسه ماشي برضو بلعب جنب تريكا وبركات ومتعب وفلافيو، فانا برضو عايز فرقه اروح برضو ما انزلش. فلما برضو قعدت حسبتها، قعدت فتره في البيت، لما قعدت حسبتها لا، حرس الحدود لما كابتن اسلام كلمني، لا مكي حليم احمد عبد الغني احمد عيد عبد الملك محمد الهرده، ما انت برضو لازم تشوف الدنيا ايه. كان محمد الشناوي حارس الاهلي دلوقتي، فانت عمرو رمضان، محمود علاء الزمالك، فادي نجاح، فاللعيبه دي كلها برضو نجوم. وحرس الحدود كان ساعتها ماشي كويس جدا، كان ماشي كويس من الانديه اللي كانت دايما مصنفه والانديه اللي دايما بتنافس. فخلاص استقريت اللي انا رحت بقى خلاص. ده الجون ده بقى بعد ما مشيت من الاهلي. ده انت ده في الاهلي. ده ماتش حرس الحدود والاهلي في برج العرب، وكان الكابتن حسام هو اللي ماسك. لو كابتن حسام من بدري. فده كسبنا ثلاثة ساعتها، مكي جاب جونين وانا جبت جون، ده في شريف اكرامي كسبنا ثلاثة. بس انا ما احتفلتش بقى، ما رضيتش تحتفل، كان الموضوع صعب ان كنت لسه ماشي من الاهلي. فما ينفعش بقى. ايه الفرق؟ ليه احتفلت قدام الزمالك وما احتفلتش قدام الاهلي؟ لا ما انا زي ما قلت لك، انا شفت في الاهلي حاجات وانا ما كانش نفسي ان انا امشي من النادي الاهلي. ما كانش نفسك تمشي خالص. انا لو رجع بيا الزمن لا، انا ما امشيش من النادي الاهلي، بس هو انا كان غصب عني عشان كنت عايز العب. واي لعيب كوره في الدنيا بيبقى عايز يبقى متواجد. فكون اللي انا ما احتفلتش عشان انا شفت احلى ايام حياتي في 5 سنين، وكنت لسه ماشي. فانت بيتك اكل شارب فيه، شفت نجوميتك فيه، بطولاتك فيه، انجازاتك فيه، عارف حياتك كلها فيه. شفت العز كله فيه، العز كله شفته فيه. فانت لما اجيب جون فيه فالموضوع كان صعب، ما كانش ينفع ان انا احتفل. لسه مكملين معاكم حوارنا مع كابتن معتز اينو، هنروح لفصل.